ورجعنا بعد الفاصل مع صاحبة الصوت الجميل. النهاردة جانا أسامة، أهلا اهلا وسهلا بحضرتك، بيك، نورتينا في البرنامج. ميرسي. كلمينا بقى عن مشوارك وإزاي بدأتي. انا بدأت من وانا صغيرة، يعني كان عندي 10 سنين او لا 8 سنين. رحت الاول حاجة الاذاعة، انا من اطفال البرنامج العام. دكتورة شيرين هي اللي قالت لماما ان انا هغني، قالت لها صوتها حلو خليها تغني. فروحت اكاديمية الحفني، وبعد كده روحت تالنت كيدز، وعملت بقى حفلات في ساقية الصاوي وفي بيت السحيمي وفي نادي النصر، يعني أماكن كتيرة قوي. وغنيت كتير تترات للإذاعة، وفزت أولى. لسه امبارح جاي لي الخبر إن أنا فزت الأولى على المحافظة، محافظة الجيزة، مبروك وصعد جمهوري. مبروك. ممكن نسمع منك أغنية؟ تمام. أنا هغني أغنية اسمها بيلا تشاو، أجنبي. أجنبي. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, oh, ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, chi mi sento di morir. Oh soio moio di partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh soio moio di partigiano, tu mi devi seppellire. الله، صوتك جميل ومتميز، ميرسي قوي. من نجاح لنجاح ان شاء الله. وكلمينا بقى عن مشوار نجاحك بدأ ازاي. اول حاجه انا يعني كان مقدمه اذاعه مدرسيه، فكنت بقولها وماما سمعتني فقالت لي قوليها تاني كده، فقلتها، فقالت لي ايه ده انت بتلقي حلو. فبعد كده كلمت بابا وصورت فيديو وديته للاذاعه ماسبيرو، وبعد كده قالوا خلاص تمام هاتوها. فجيت وعملت لقاء مع دكتورة شيرين ماجد، يعني هي بصراحة أمي التانية، بحبها قوي. فقالت لماما ايه ده صوتها حلو، وديها تتدرب غنى. فقعدنا فترة كده حوالي 5 شهور، وبعد كده ماما قالت ايه خلاص. فدكتورة شيرين قالت لها على أكاديمية الحفني، فروحت هناك واتدربت مع دكتورة أنغام، وبعد كده رحت أكاديمية تالنت كيدز وغنيت بقى معاهم على مسارح كتير قوي، ساقية الصاوي ونادي النصر ونادي الزهور وأكاديمية ونادي الشرطة وبانوراما حرب 6 أكتوبر وكتير يعني، وبيت السحيمي. وبعد كده بقى يعني الكورونا جت، قعدنا شوية. بعد كده بقى فزت في مهرجان الطفل المبدع لعام 2020 بالمركز الثاني، وفزت الأولى على المحافظة، وهتصعد جمهوري تبع وزارة التربية والتعليم. طب ممكن نسمع بقى أغنية من الأغاني اللي غنيتيها؟ تمام. يا ملتقى الصحبة يا لالالي، يا وردة في الصحبة يا لالالي، يا ملتقى الصحبة يا لالالي، يا وردة في الصحبة يا لالالي، منور في القعدة تملي، يا صحبجية ايه يا لالالي، عاوزين شوية ايه يا لالالي، حاجة من اللي هي ايه يا لالالي، حبت قهط على عيني على ليلي، على ترى لالي، يهجرني قالوا يقول معلش، يهجرني قالوا يقول معلش، أوري للناس ازاي وشي، أوري للناس ازاي وشي، هي القاسية شوية عليا، يا صحبجية ايه يا لالالي، عاوزين شوية ايه يا لالالي، حاجة من اللي هي ايه يا لالالي، حبة قهط على عيني على ليلي،
على ترى لالي انا وحبيبي روح في سكيبة انا وحبيبي روح في سكيبة يتعلموا منا الحبيبة يتعلموا منا الحبيبة اما العوازل جاتها رزية يا صاحبجية ايه يا لالالي عاوزين شوية ايه يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حبت قهط على عيني على ليلي على ترى لالي. صوتك جميل قوي ومتميز ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك. اشكرك جدا. كلمينا بقى عن المسلسل الاذاعي بطولة الفنان احمد حلمي اللي هو لمسة اكتاف. ايوه انا عملت فعلا في 2018 كنت بطلة انا والفنان احمد حلمي والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة ليلى عز العرب، كان مسلسل اسمه لمسة اكتاف. وكان دوري فيه ان انا اسمي وردة، كنت بقى يعني كان كنت مع يعني طول الوقت في المسلسل كنت مع احمد حلمي يعني في كل الحلقات، وكنت هناك يعني كان دوري اللي هو واحدة يتيمة، وبعد كده بقى في الآخر بنى دار ودخلني أنا وحد تاني يعني في المسلسل. كلمينا بقى عن المسابقة الإذاعية اللي هي حقق حلمك. حقق حلمك أنا فعلا كسبت في حقق حلمك بالمركز الأول، وبعد ما كسبت كانت الجائزة إن أنا أعمل التتر للموسم الجديد وعملته، وعملت بقى تترات كتيره جدا للاذاعه، احلى ما فينا، بيت الحواديت، حقق حلمك، وحاجات كتيره انا مش فاكراها يعني. وبحب اغني قوي يعني هي هوايتي المفضله، رايحه في البيت بغني حتى وانا بذاكر بغني. ايه الاغنيه اللي غنيتيها بقى في المسابقه الاذاعيه حقق حلمك؟ كانت تتر. تتر، ممكن تغنيها لنا؟ ماشي. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم واعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم واعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. ده كان ألحان أستاذة إسراء ماجد، هي اللي لحنت لي كمان الأغنية الخاصة بتاعتي. كلمينا عن البرنامج الإذاعي اللي هو أبطال الغد فلسطين صوت العرب. أنا بهناك بنمثل مع أستاذ إبراهيم بعلوشة ومع ناس كبار قوي يعني بيمثلوا معانا، وبيبقى بيبص على طول يعني، وببقى مبسوطة قوي وانا هناك يعني، لما ببقى رايحة هناك ببقى مجهزة نفسي ان انا رايحة اول حاجة نشتغل، وكمان في نفس الوقت يعني ما ناخدش الموضوع جد قوي ان احنا نخاف، ف يعني احنا هناك كلهم صحابي قوي. كلمينا بقى عن مسلسل الكرتون اللي انت عملتيه. انا بعمل دوبلاج في استوديو نيو واستوديو تنوير في دورية المخلب وفريندز وحاجات كتيرة يعني بقولها معاهم يعني قوي. عملت تمثيل فويس اوفر في الاعلانات. فويس اوفر في مع نجيب سويرس، كان فويس اوفر لاعلان تبع نجيب سويرس وشركة فريد. وبرنامج اخبار المكسرات. اخبار المكسرات كان برضو في 2018، كنت بحاول انظم وقتي علشان اروح اسجل في المسلسل واروح اسجل في اخبار بالمكسرات، هو كان برنامج طريف قوي، وكان بيتكلم مثلا اختفاء موزة وتقطيعها في ظروف غامضة، وبنتكلم عن الفطار وعن الحاجات. و تعرفي تغني النجاة بقى؟ نجاة؟ فنانة نجاة؟ لا انا مش حافظة يعني. طيب انا يعني مجهزه اغنيه حلوه قوي. خلاص تمام نسمع. موجوع قلبي قلت عبي يا
من أباه على روحي انكسر قلبي عليا موجوع قلبي والتعبيا من أباه على روحي انكسر قلبي عليا تعبان وجهي ودموعي قهرتني دنيا شلت حال حالي وبحياتي كرهتني كرهت الحب مريدة دمرني طيب غني أدر طيبي لهالحال وصلني كل يوم صدمة أقوى من اللي قبلها أني واصل بالشدايد شدة ما حد وصل لها ما حد وقف لي كنت محتاج يوقفها الصلابة بهالناس مدري هاي الدنيا صلبة دخيل الله من الدنيا من العالم ربي خلي هذا همي نهاية كل ظالم موجوع قلبي والتعبيا من أباه على روحي انكسر قلبي عليا. صوتك جميل قوي قوي، ربنا يحفظك. كلمينا بقى عن المسلسلات الكرتون اللي شاركتي فيها. انا شاركت في مسلسل دورية المخرج بتاع بوي باترول. لما بروح الاستوديو بتاع نيو مش ببقى رايحه قلقانه، عشان هناك لما بيسجلوا معايا بنبقى بنسجل واحنا بنضحك عشان ما اخدش اتنشن من الموضوع وابقى خايفه كده وانا داخله. فاول مره روحت فيها عملت الكاستنج وبعد كده قبلوني على طول، فروحت وقالوا لي هنسجل بوي باترول. اصلا الدوبلاج، شغل الدوبلاج احنا بنشتغل الشخصيه الكرتونيه تتكلم اي لغه سواء بقى انجليزي فرنساوي اي حاجه. لما تتكلم مثلا هنبتدي عند 2 و1 ثانيه هنخلص عند 2 و5 ثانيه، يعني بيبقى الشاشه قدامنا والكلام في الايد دي والمايك قدامنا وبنسجل على طول. عايزينك بقى تغني اغنيه من الاغاني القديمه، حافظه حاجه؟ تمام، سمعينا. يا طمر حنا يا طمر حنا خلتي بينا وبعدتي عنا، يا طمر حنا يا طمر حنا خلتي بينا وبعدتي عنا، الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا، الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا، يا طمر حنا يا طمر حنا في الليل بنسأل وبالنهار عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش في قلبك ريحة المحبة، كنتي شمعتنا كنتي نور بيتنا كنتي سامرنا ونفضي سامرنا، الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا، الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا، يا طمر حنا يا طمر حنا.
الله صوتك جميل. كلمينا بقى عن حفلة سبيس تون. كانت حفلة في ساقية الصاوي، كان القاعة كانت مليانة، يعني كانوا واقفين على رجليهم، يعني شالوا الكراسي عشان كانت الناس كتير. انا شفتهم اتخضيت، فما قالت لي لا ما تخضيش وخشي بثقة. فدخلت اصلا اول ما شافوني كده ففرحت. بعد كده بدأت بقى اغني، وهم بقى كانوا بيغنوا معايا، غنيت اغنيتين، باص المدرسة وهمطر. في الاثنين كنت مبسوطة قوي. لما اشتغلت مع وجدي كنت مبسوطة معاه قوي، وجدي الفيلم، غنيت هامطر مع هبة صاحبتي، والباص المدرسة غنيتها لوحدي، وكان الجمهور متفاعل بشكل كبير، وده كمان اللي شجعني قوي. ما شاء الله. عايزين بقى نسمع حاجة من الدوبلاج. انا هعمل دوبلاج اللي هي ارسولة في اريال، وبعد كده هغني برضو اغنية دوبلاج. اعترف لك اني كنت زمان شريرة، كان ليهم حق يتهموني بالسحر، لكن هتشوفي اني صلحت حياتي وتوبت وشفت الحق والطيبة وندمت. صح صح، ومن حسن حظي اني موهوبة في السحر، ودي موهبة مفيش منها مفر، واخيرا من غير ضحك سحري اصبح يخلق السعادة للبائس وللمضطر. غلبانة يا مساكين البحور، رايحين جايين، الست دي عايزه تخس والقلب بالخب يحس وانا ساعدهم. ايوه اكيد. يا مساكين البحور ضايعين عايزين، والكل يجي يصرح بالسحر الحقيقي وانا ساعدهم. ايوه اكيد. وعلى مدار الوقت في لقاءات تانية كثيرة بإذن الله في الحلقة الجاية إن شاء الله، وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله يوم الخميس الساعة 2 ظهرا في الحكاية مع شيماء.